نقول لتشكيل نادي الاهلي النهارده. محمد الشناوي لحراس المرمى، ظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر علي معلول، قلبي الدفاع محمود متولي وياسر ابراهيم، وثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديانج وحمدي فتحي، ورباعي المقدمه القندوسي حسين الشحات، محمد الضوي كريستو ومحمد شريف. مره ثانيه، محمد الشناوي لحراس المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، محمود متولي وياسر ابراهيم قلبي دفاع، اليو ديانج حمدي فتحي ثنائي خط الوسط، رباعي المقدمه القندوسي حسين الشحات، محمد كريستو ومحمد شريف.